هل نفذ السائل من سجائرك الإلكترونية أو احترق الكويل؟ هل تواجه صعوبة في طلب منتجات السجائر الإلكترونية من المملكة العربية السعودية لأن ضريبة 215% مرتفعة جداً؟ الحل عند bhvapors.com. الضريبة 20% فقط من إجمالي الفاتورة. يمكنك ببساطة زيارة موقع bhvapors.com وتقديم طلب، أو مجرد الاتصال عبر واتساب 973-66-32-4432. الموضوع ما يتصدق، عندهم خدمة الدفع عند الاستلام. إذا حابب تتأكد منهم يمكنك طلب جهاز واحد وثلاث نكهات وعلبتين من الكويلات وجهاز ديسبوساب الواحد في الشحنة. شارك هذا الفيديو على إنستغرام، سناب شات، واتساب واحصل على خصم 10 ريال سعودي على طلبك. زور موقعنا bhvapors.com أو تواصل معنا عبر الواتساب 00973-66-32-4432.